بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن منازل الإيمان كثيرة، ومن منازل الإيمان العظيمة منزلة اليقين. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن منزلة الإيمان، إذ أنها منزلة من المنازل العظيمة في الإيمان، فإنه من يعطى اليقين، من يرزق اليقين، فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن منزلة اليقين بمنزلة الروح من الجسد، فالذي لا يقين عنده لا حياة في قلبه والعياذ بالله. ولذلك فاليقين هو حياة الإنسان أو حياة الإيمان، فلا إيمان بغير يقين. ولذلك كانت هذه المنزلة على هذه الدرجة العظيمة. ومنزلة اليقين منزلة تنافس فيها المتنافسون وشمر لها المشمرون. قال بعض أهل العلم عن هذه المنزلة: إنها الإيمان كله، إنها منزلة اليقين، إنها الإيمان كله. يعني منزلة اليقين كادت أن تكون هي الإيمان كله، كادت أن تكون هي الإيمان كله. فما المقصود باليقين؟ وما معنى اليقين؟ وما معنى اليقين؟ رزقنا الله وإياكم اليقين في الإيمان. يقول الكفوي: اليقين هو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه. أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه. يعني نضرب مثال كده للتبسيط، يعني لو أنني أعلم أن هذا كتاب، هل لو أراد إنسان أن يصف لي الكتاب على غير هذا الوصف هل هذا يكون عندي متخيلا؟ لا. يعني مثلا لو قال لي الكتاب مثلا هو عبارة عن مثلا هذه الأنبوبة الزرقاء، عبارة عن أنبوبة زرقاء طولها كذا وعرضها كذا، هل هذا يتخيل أصلا عندي؟ لأنني أعلم يقينا أن الكتاب وصفه كذا، فأنا أعلم هذا يقينا. ولذلك فمن كان عنده يقين في شيء فإنه لا يتغير أبدا، عنده هذا ولا يتخيل خلافه، ولا يتخيل خلافه. ولقد ذكر الله عز وجل منزلة اليقين في مواضع كثيرة في كتابه. أنا هحاول أبسط بين يدي الحديث حتى يتيسر يعني الأمر في بقية الكلام. مثال: لو أن إنسانا جاء لي مثلا بكوب من العصير، كوب من العصير، فقال لي هذا كوب عصير، فنظرت إليه فهذا علم يقين أن هذا عصير، فلما قال لي هو صدوق، لما قال لي هذا وهو صدوق، كان هذا عندي علم يقين، هذا صدوق قال لي هذا عصير. فلما أراني العصير ورهولي كده في إيدي فهذا عين اليقين.